منصة نور الصمت هي منصة للمدافعة سواء بشكل فني أو توعوي للسيدات اللي تعرضوا للتحرش الجنسي أثناء طفولتهم. واسم نور الصمت جاي من إن الصمت هو الشريك لعملية التحرش، لأن التحرش في أغلب الأحوال بيتم خلف أبواب مغلقة، صعب جدا إن الطفلة تعبر عنه، سواء إنه مفيش حصيلة لغوية كافية إنها تقدر تعبر أو حتى تفهم علشان تعبر اللي حصل لها، يبقى حاسة إن في حاجة مش مفهومة بس مش عارفة توصفها. ولو حصل إن الطفلة عبرت كتير جدا بتقابل باللوم، بتقابل بعدم التصديق، فبيفضل الخزي والعار المصاحبين لدوت وعدم الفهم والإحساس بالوحدة والإحساس بالعزل والإنعزال بيصاحب الطفلة وهي ست وهي في حياتها في كل أشكال الحياة. طبعا الآثار بتختلف من شخص لآخر، بس هي كلها الحقيقة آثار سلبية جدا ومش بتساعد إن الواحد يحيا الحياة بشكل كامل. وفي فجوة معرفية، بمعنى ان مفيش حاجات معمولة بالشكل الكافي باللغة العربية بتغطي الموضوع ده، فكانت الفكرة انه يكون في مكان بيتناولها مش بشكل علاجي، لان انا مش معالجة، بيتناولها بشكل علمي بحت، بيتكلم عن الاثار المختلفة، بيتكلم ازاي ما معنى الصدمة وايه اثار الصدمة وازاي بتأثر على الستات وايه اهمية العلاج وايه وسائل الدفاع واهمية اللجوء المتخصصين وما يسمى بشبكة الدعم، بمعنى ان الست تكون حواليها مجتمع بمعنى اصدقاء او عائلة مقربين يقدروا يساعدوها ويعاونوها في اثناء رحلتها العلاجية، لان الست في هذه الحالات بتكون عايشة على هامش الحياة، خايفة من الحياة جدا، خايفة من القرب من الناس، فهي الرحلة ان احنا نمشي من هذه ضفة الخوف لضفة الدخول في الحياة بكل مشاعرها بكل الحاجات الجميلة اللي فيها. الشرارة اللي أطلقت المنصة هو كان حادث حصل من سنتين، حادث أليم جدا، وطفلة كانت في عناية جدتها وخالها كان بيغتصبها بشكل متكرر، والجدة دفعت عن الخال بحيث أنها كانت بتشوه الطفلة عشان ما يبانش عليها الأثار، وكل اللي عملته الجدة أدى أن الطفلة توفت. فكانت هي بصراحة بداية انطلاق الفكرة، بس الحقيقة بركز أكتر على الستات لأن حاليا في مبادرات جميلة وكثيرة جدا بتركز على الأطفال، فأنا بضم نفسي لكل من بيحاول يشتغل على الصحة النفسية للسيدات، بس بعملها من الناحية المعرفية فقط. وبنصح دايما كل السيدات إنها بتعرضوا للموقف ده إنها تحب نفسها، لأن دي بتبقى حاجة صعبة جدا، لأن أغلبهم بيبقى حاسس إن هما السبب في اللي حصل لهم، مش انتوا السبب في اللي حصل لكم، هي تجربة وتجربة قاسية وتجربة أدت لوسائل دفاع كتيرة ساعدتكم انكم تتعايشوا وتكملوا في حياتكم، ولكن الحياة أجمل وأحلى وأغنى بكتير من الآثار اللي تسببت فيها هذه الصدمة. وأتمنى جدا أن المنصة تساعد أنها تدي هذا الأمل سواء بالشكل التوعوي أو إن شاء الله في شكل العمل الفني يعني في طور الإنتاج في الوقت الحالي.